سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة ما دواء من تحكم فيه الداء، وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال، وما العمل في من غلب عليه الكسل، وما الطريق إلى التوفيق، وما الحيلة في من سطت عليه الحيرة؟ إن قصد التوجه إلى الله منعه هواه، وإن رام للدكار غلب عليه الافتكار، وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل. غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي، بل هو السكران إن رام قربا للحبيب تفرقت أسبابه وتواصل الهجران. هجر الأقارب والمعارف عله يجد الغنى وعلى الغناء يعان. ما ازداد إلا حيرة وتوانيا أكذا بهم من يستجير يهان. فأجاب رضي الله عنه. الآن السؤال الجواب يعني مختصر لكن كما ذكرت وافي ونافع جدا. نعم. فأجاب رضي الله عنه: دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى، ودوام التضرع إلى الله سبحانه، والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مضان الإجابة، مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره، فإنها عمود الدين، ولتكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. ولتكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني يكثر منها مثل ما في الحديث: أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. ولا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولم ينل أحد شيئا من جسيم الخير، نبي فمن دونه، إلا بالصبر. والحمد لله رب العالمين. هذا الجواب جواب عظيم جدا، وهو مع وجازته واختصاره فيه وفاء وفيه شفاء وفيه كفاية. وأنصح بأن ينشر على نطاق واسع جدا، ينفع الله سبحانه وتعالى به عباد الله، وخاصة المبتلين الذين هذا سؤالهم وهذه حيرتهم وهذه آلامهم وهذه رغبتهم في الفكاك من الذنوب والخلاص منها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يهدينا ويهدي لنا ويهدي بنا، وأن ييسر الهدى لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.